داليا قبيل، خليني في البدايه اقول لحضرتك ان احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده في برنامج جدعان سيدات من مصر. ده بيرصد النماذج المضيئه من سيدات مصر. حضرتك من النماذج المضيئه جدا في قطاعات الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه، بتقودي شركات بقالك سنين نحو العالميه، بتاثري جدا او اثرتي جدا في صادرات مصر في قطاع الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه. ده اتحقق ازاي؟ دخلت ازاي القطاع ده؟ ازاي نجحتي الى هذه الدرجه ان مفيش معرض في العالم الا ما فيش شركات مصريه؟ في البدايه ميرسي وكل سنه وانتم طيبين، واشكرك ان انا اخترتني اكون ضمن المجموعه. ميرسي. انا بدايتي كانت في حته المعارض، ان انا كنت بدرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، وانا خريجه مدرسه الالمانيه، وكان في عندنا بروجرام في الكليه انه يتم تدريب خريج المدرسه الالمانيه في الجهات او الشركات الالمانيه في مصر او المنظمات الاعمال المختلفه كتدريب في الصيف. فانا اخر سنتين في الكليه كنت بتمرن في الغرفه التجاريه الالمانيه العربيه، والغرفه هي الممثل الرسمي لجميع المعارض الالمانيه في مصر. ويعني حظي انه التدريب بتاعي جه في قسم المعارض، وده يعني كان يمكن من حسن حظي. ومن هنا بدأت بقى ان انا ابدأ اشتغل في المعارض، اعرف عنها، لقيت نفسي في الموضوع مبسوطة فيه، والكوميونيكيشن مع العارضين المصريين او الزائرين المصريين والجانب الالماني. فلما خلصت كلية التحقت بقى يعني وظيفة كاملة بقى في الغرفة في قسم المعارض. بعد الغرفة الالمانية عملت ايه؟ بعد الغرفة الألمانية تعينت فيها ولا كان مجرد تدريب؟ لا، الأول تدريب سنتين، وبعد كده بقى تعينت، قعدت 5 سنين في الغرفة الألمانية. يعني دخلت صناعة المعارض في عقر دارها. وده يمكن من الحاجات هي عشان نفهم الناس، الغرفة الألمانية هنا في مصر دورها أنها بتيسر على بعض الشركات المصرية أنها تشارك في المعارض اللي بتقام في ألمانيا. هيئة معارض برلين، دوسلدورف، هيئة معارض كولون، ميونخ، شتوتغارت، كل المعارض كل دي بدو فيها قاعات معارض. بتخصصات بقى، وحكي لو حتى بقى يعني ذاكرنا شوية في الحتة دي هتلاقي أكبر معرض في كل مجال يقام في ألمانيا. وكل معرض من دول أنت عارفة مين الشركات المصرية اللي تقدر تروح هناك. طبعاً ده كان في وظيفتنا بقى، ومن هنا بدأ. وأنا بعتبر نفسي الحمد لله أن أنا أخدت يعني تأسيس جيد، لأنه أنا اشتغلت على المستوى المعارض الألمانية. بعد الغرفة الألمانية أكيد حضرتك الموضوع تطور معاكي إلى شغل في أماكن تانية، وبعد كده انضمتي لوزارة التجارة، ده اللي أنا أعرفه، صح كده؟ صحيح. كان يعني في مرحلة في حياتك كانت داخل وزارة التجارة في عهد الوزير رشيد محمد رشيد. تمام. فرقت معاك إزاي المرحلة دي؟ 2005 بدأت، وكان في بقى يعني مصر كانت متوجهة بشدة خلال وزارة المهندس رشيد التوجه للتصدير وللفتح أسواق جديدة، وإن إحنا نروح نجرب أسواق حتى ممكن تكون غريبة على منتجاتنا، بس نشوف إزاي ممكن إحنا نتواجد. زي إيه في الوقت ده كده الأسواق دي؟ رحنا الصين مثلاً، عملنا فيها كذا معرض وكذا اشتراك في بعثات تجارية، ومش بس إن الصين مثلاً نروح بكين، لا، رحنا كذا مدينة في نفس مثلاً الزيارة. رحنا إندونيسيا، ماليزيا، البرازيل، كندا، أستراليا. دي كلها كانت حاجات لفتح أسواق غير تقليدية، كانت في الوقت ده غير تقليدية فعلا، يعني بعيدة عننا ومش في دماغنا. ونجحنا، نروح البرازيل نبيع في البرازيل، ونجحنا في بعض الأسواق، وبعض الأسواق المنتج بتاعنا ما كانش لسه متوائم معاهم. دلوقتي لا، ما شاء الله، احنا بنروح إيشيا فروت لوجيستيكا، البرتقال المصري موجود في الهند، بنجلاديش، الصين، هونج كونج. بس خدت وقت بقى شوية يعني. فده كان حلو، وزائد بقى المعارض اللي هي اوريدي ثابته زي انوجا، زي جال فود في دبي، اللي هي بنروح بقى بنقابل العملاء بتاعتنا، لينا هناك سمعه جيده، لينا زوار جايين يزوروا الجناح المصري. فكانت الصراحه وقت عملنا فيه نجاحات كثيره مع قطاع الصناعات الغذائيه ومع قطاع الحاصلات الزراعيه. طبعا يعني الشريك الرسمي والرئيسي واللي عمل الطفره دي المجالس التصديريه، وكذلك بقى العارضين بقى، يعني انت معاك احسن ناس، يعني معاك احسن خيره شركات مصر موجوده وتمثل الجناح المصري، انت تبقى في فخر يعني لوجودك.